الشذا الخلاق ويصون غايتها سنى الإشراق تغفو أمانيها بمقلة شاطئي صلت عليه صبابة الأشواق فإذا رنا التفكير في آفاقها أصغت له إطلالة الإيلاق ترنو الرياضيات عند مهارة غزلت كفاءتها من الأعماق نحو العلا طارت بنا الأحلام وتكحلت في وعدنا الأرقام فإذا تعثرت الرموز وأوغلت يختال في تفكيكها الإقدام وشراعنا بسط التحدي قيمة من وعيها يتنفس الإلهام فإذا تبلور بالكفاح سعاؤنا إنجازنا رفت له الأعلام فكرنا الآمال في قسمة حفت بها الأشكال فإذا المسائل بالكسور تآزرت أصغى لها التفصيل والإجمال وإذا المقام تأرجحت أوزانه هزها الإقبال أهمالها التحليل يبغي وصلها من سينه أو صاده الإكمال بجوى التناسب تحتفي الحركات وعلى التناظر تزدهي إذا الرسوم على الزوايا رسخت مقدارها وتباهت الدرجات كان المثلث عنصرا في درسها ومدى القياس تحفه الوحدات وإذا الخوارزميات في يهدى بها يسهو لها الإحسان.